أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي بتوقيت المهرة، نستعرض ونناقش فيها الأحداث والتطورات والمستجدات في المحافظة. نسلط الضوء في هذه الحلقة على الحملات المكثفة لتوعية الصيادين وكذلك تفتيش المقاصف في المحافظة للتأكد من صحة وسلامة الأكلات التي تقدم للطلاب وملفات أخرى. أهلا بكم. ندد ناشطون يمنيون بالحملات التي تستهدف رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الشيخ علي سالم الحريزي، وقال الناشطون إن تلك الحملات تهدف إلى النيل من الشيخ الحريزي ولجنة الاعتصام التي حافظت خلال السنوات الماضية على أمن واستقرار المهرة ودافعت عن سيادة اليمن وكذلك منعت مشاريع الفوضى من التمدد إلى بوابة اليمن الشرقية. وأكد الناشطون أن تلك الحملات التي تستهدف الشيخ الحريزي يتم تمويلها من السعودية والإمارات في محاولة تهدف لإجهاض المشروع الثوري الرافضي للاحتلال في المهرة خاصة واليمن على وجه العموم. اختتم وفد الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة واللجنة التوعوية المجتمعية نزولاتهما الميدانية إلى المدريات الساحلية الغربية بلقاءات توعوية مع صيادي مديرية المسيلة، وهدفت الحملات إلى توعية المجتمع بمخاطر الصيد العشوائي وآثاره السلبية على المخزون السمكي والبيئة البحرية، مع التركيز على أهمية تنظيم قوارب الصيد بترقيمها وحصرها وكذلك ضبط المخالفات وفق القوانين لحماية الموارد السمكية. وأكد المشاركون في اللقاءات أن الهدف من الحملة هو حماية الثروة السمكية وضمان ديمومة الحياة البحرية وليس محاربة الصيادين أو قطع أرزاقهم، مشيرين إلى تفهمهم التام لظروف الصيادين الصعبة. يواصل وفد من مصائد المهرة حملات التوعية بمخاطر الصيد العشوائي وكذلك أهمية الحفاظ على المخزون السمكي، وتضمنت الحملات لقاءات مع الصيادين لمناقشة تنظيم القوارب والالتزام بالقوانين. تفاصيلا أكثر في سياق التقرير التالي. يواصل منذ أيام وفد من مصائد المهرة إلى جانب اللجنة التطوعية المجتمعية التي شكلتها السلطة المحلية بالمحافظة في حملة توعية ميدانية شملت المديريات الساحلية. الحملة هدفت إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر الصيد العشوائي وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على المخزون السمكي والبيئة البحرية والحفاظ على استدامة الموارد للأجيال القادمة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية بين أبناء المجتمع. هذا لقاءنا تقريبا الرابع والخامس على مستوى مديريات محافظة المهرة، وذلك في الجانب التوعوي لأخواننا الصيادين بمخاطر الصيد العشوائي المضر دائما بأسماكنا ببحارنا والحفاظ على ديمومة الثروة السمكية على مستوى الشريط الساحلي لمحافظة المهرة. طبعا هناك وجدنا تعاون كبير من أخواننا الصيادين ومن السلطات المحلية في كل المديريات التي ساهمت ودعمت في هذه اللقاءات. تضمنت اللقاءات التي عقدت مع الصيادين وأبناء المجتمع مناقشات حول أهمية تنظيم قوارب الصيد وترقيمها وحصرها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين وضبط المخالفات لحماية الموارد السمكية. وشدد القائمون على الحملة على تفعيل الدور الرقابي لضمان استمرارية العمل بهذه اللوائح والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها بفعالية من أجل الحد من الصيد الجائر وتحقيق توازن بيئي في المنطقة. بقيادة الشيخ راشد بن يسهول وجميع الشخصيات والشيوخ الاجتماعية الذي معه
وعندهم نزول في جميع المديريات، واليوم نزلوا عندنا في مديرية سيحوت عصرا وسووا لقاء معنا وكان كلام طيب، وكان في لقاءات سابقة من قبل في حسب ما نسمع حول التواصل الاجتماعي مع المسؤولين ومع المدير الثروة السمكية بالمحافظة والأخ وكيل الأول كبداية أصحاب الأمن، ومن ثم يجتمعوا بالمحافظة. لاقت هذه الحملات إشادة واسعة من المجتمع المحلي الذي أكد بدوره على ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية بوصفها مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر والمجتمع ككل، وأعرب الأهالي عن أملهم في تواصل هذه الجهود لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في المنطقة وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب في مجال الصيد. وتظل تطلعات المجتمع منصبة على استمرار هذه المبادرات لتحقيق مستقبل أفضل للثروة البحرية في المهرة. وفي تداعيات مقتل جنود سعوديين في سيئون، وجه محافظ المهرة محمد علي أسر وجه الأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع النقاط الحدودية لتتبع الجنى. وعبر بن ياسر عن إدانته لهذا العمل الإجرامي الغادر، مشددا في الوقت ذاته على إلقاء الجهات المعنية القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة. وكان جندي من اللواء 135 في سيئون أطلق النار على جنود سعوديين، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما وإصابة ثالث. دعا مدير أمن المهرة مفتي سهيل الصمودة إلى مساندة الأجهزة الأمنية في حملتها لمنع الصيد الجائر ومحاربة تجار ومروجي المخدرات في مديرية حصوين ومحاربة الظواهر المخلة والدخيلة على المجتمع. وقال العميد صمودة خلال لقائه أعضاء السلطة المحلية والمشائخ في حصوين إن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع العابثين بأمن واستقرار المهرة، مشيدا بدور المشايخ والوجاهات الاجتماعية في مديرية حصوين ووقوفهم إلى جانب الأجهزة في منع الاصطياد الجائري والعشوائي. من جانبهم أكد مشايخ حصوين وقوفهم الكاملة إلى جانب الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المديرية والمحافظات بشكل عام. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق ومكتب التربية والتعليم والسلطة المحلية في المهرة حملة مشتركة على مقاصف المدارس للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية وكذلك جودة وصلاحية الأغذية التي يتم تقديمها للطلاب، وتقديم الإرشادات الصحية للعاملين في المقاصف لضمان تقديم أغذية صحية للطلاب. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. عقب تفشي واسع للأمراض والحميات في أوساط الطلاب بمدينة الغيضة، نفذ مكتب الأشغال العامة ومكتب التربية حملة مكثفة على مقاصف المدارس في المدينة حفاظاً على صحة الطلاب. مديريو المدارس في الغيضة أكدوا تفشي بعض الأمراض في أوساط الطلاب، مطالبين بتكثيف النزولات الميدانية إلى المدارس ونشر التوعية الصحية من جميع المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب. أشكر قناة المهرية لنزولها مدرستنا وتفقد سير العملية التعليمية وتطرقهم لمقاصف المدرسة والمحافظة على محتواها من أكلات صحية للطالبات والإشراف عليهم، وأيضا نشكر الأشغال ومكتب التربية بنزولهم وتفقد المقاصف بشكل عام في المحافظة. رسالتنا لأولياء الأمور بالذات يعني الأمهات، لأن احنا نلاحظ والله بعض الطالبات خروجهم الصباح بدون الإفطار، التوجه للمقاصف لأكل الزيوت من الصباح. الحملة التي تم تنفيذها هدفت إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب وتوجيه الإرشادات اللازمة لأصحاب المقاصف لتوفير بيئة غذائية صحية. أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الأطعمة المنتهية وغير الصحية من مقاصف المدارس والتي كانت تشكل خطراً على سلامة الطلاب، وأخذ تعهدات من ملاك المقاصف بعدم بيع تلك الأطعمة مرة أخرى للطلاب. حيث تم النزول إلى جميع مقاصف مديرية الغيضة، الهدف منها طبعاً من هذه الحملة هو
نشر أولا التوعية الصحية لأبنائنا الطلاب، حيث قدمت العديد من الشكاوى من قبل أولياء الأمور بخصوص الوجبات التي تقدم للطلاب في المدارس مثل الأندومي والمشروبات الغازية. هذه الحملة نشكر فيها أولا مكتب الأشغال العامة والطرق لاستشعار المسؤولية حيال هذه الظاهرة التي بدأت في مدارسنا بإحضار مأكولات ووجبات غير صحية لأبنائنا الطلاب. مديري المدارس وأولياء الأمور أشادوا بالحملات التي تم تنفيذها على المدارس والتأكيد من التزام العاملين من المقاصف بقواعد النظافة والصحة اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب وصحتهم. للتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب التربية في محافظة المهرة الشوقي حسين. أهلا بك سيد شوقي. حملات توعوية نفذت إلى مدارس الغيضة، برأيك ما الهدف وراء هذه الحملات وكيف تقيمونها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا حول الحملة للنزول للمقاصف التي كانت مكونة من مكتب التربية والتعليم ومكتب الأشغال العامة والطرق، طبعا هي كانت ضرورية وملحة، خصوصا وأن بعدت في المقاصف اجتماع الأكلات الغير صحية لأبنائنا الطلاب، منها الأندومي والمشروبات الغازية، الآيس كريم، ذات الصبغات الغير صحية، وتباع أيضا هذه الأكلات في أكياس بلاستيكية غير صحية لأبنائنا الطلاب. من هنا أتت هذه الحالة الملحة لنزول لجنة مشكلة من مكتب التربية ومكتب الأشغال. طبعا تم فيها مخرجات، منها منع تناول أو بيع الأندومي في المقاصف والشطات بمختلف أنواعها، المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، منع الباعة المتجولون الذين يجلسون على قارعة الطريق أمام المدارس، وبيع النعالات والشوكولاتات والأشياء غير صحية لأبنائنا الطلاب. نشكر حقيقة جميع من ساهم في هذه الحملة، وإن شاء الله تكون مخرجات هذه الحملة قيد التنفيذ وتابعتها من قبل الجهات المعنية. هل نفهم من كلامك أن الحملات ممكن أن تستمر من قبل السلطة المحلية مثلا؟ إن شاء الله ستنضم مخرجاتها استمرار الحملة ومجلس المتابعة لتنفيذ مخرجات هذه الحملة. أيضا عبركم وعبر منبر قناة المهرية نحث أولياء الأمور على توعية أبنائهم بعدم شراء مثل هذه الأشياء، خاصة من الباعة المتزولون الذين يجلسون أمام أبواب المدارس، وأعطاهم الوجبات الغذائية الصحية لصحتهم وعقليتهم في المنازل. أيضا كان من ضمن مخرجات الحملة حتى أصحاب المقاصف والإدارة المدرسية على توجيه أصحاب المقاصف ببيع الوجبات الصحية المفيدة لبناء أجسام وعقول الأبناء، مثل السندوتشات، البيض، السلطات، بعض الفواكه التي يكون سعرها مناسب، حتى استطيعوا أن يساهموا في عملية بناء أجسام الأطفال. قناة المهرية أيضا إلى جانب المجتمع المهري حكومة وشعبا في توعية المجتمع المهري من جميع المخاطر التي تحدق به. إذا كان معنا عبر الهاتف مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب التربية في المهرة شوقي حسين، شكرا جزيلا لك. دشنت جامعة المهرة فعاليات أسبوع الجودة الأول الذي ينظمه مركز التطوير الأكاديمي
وضمان الجودة بجامعة المهرة، وتشمل الفعالية العديدة من ورش العمل والجلسات التدريبية وكذلك المناقشات الهادفة ومحاور متعددة وموضوعات جوهرية في مجال الجودة الأكاديمية. وخلال حفل التدشين أكد رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات على الأهمية التي يكتسبها الأسبوع في تعزيز مفهوم الجودة باعتباره محورا أساسيا لرؤية الجامعة المستقبلية وتطوير وتحسين الأداء الأكاديمي. من جهته أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر أكد على ضرورة تعزيز مسار الجودة للارتقاء بدور الجامعة، مشيدا بجهود قيادة الجامعة ومركز التطوير الأكاديمي لضمان تحقيق معايير التعليم العالي بما يلبي تطلعات الطلاب والمجتمع المحلي في التنمية المستدامة. دشنت في محافظة المهرة جلسات التركيز المعمقة لخطة تمكين الشباب في المحافظة، وذلك بهدف معرفة احتياجات المحافظة لقطاع الشباب في مشاريع وأنشطة شبابية. وخلال التدشين أكد وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات أن الجلسات تتيح فرصة ثمينة للاستماع لآراء الشباب وفهم احتياجاتهم بما يسهم في صياغة سياسات فعاليات تلبي طموحاتهم وتعزز مشاركتهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تولي الشباب اهتماما كبيرا. من جانبه أشاد نائب المدير العام للشباب والرياضة عادل خودم بجهود الشباب وتفانيهم في العمل المجتمعي، مؤكدا أن مشاركتهم الفعالة تعكس التزامهم بمسؤولياتهم تجاه تطوير المجتمع. أكد مدير الأمن في المهرة مفتي سهيل صمودة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة كل مروجي المخدرات الذين يريدون العبث في الأجيال الصاعدة. وخلال زيارته لمديرية قشن ناقش العميد صمودة ناقش الأوضاع الأمنية في المديرية من أجل التنسيق الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعا مدير أمن المهرة إلى استشعار المسؤولية لدى الجميع والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط العابثين بالأمن والاستقرار في المديرية والمحافظة بشكل عام. ناقش الوكيل الأول لمحافظة المهرة مختار الجعفري احتياجات مديرية قشن من الخدمات والمشاريع، واطلع على سير العمل في مشروع مياه قشن ومراحل تنفيذ الآبار الإضافية لتعزيز الموارد المائية في المديرية. وبحث الجعفري خلال لقائه المسؤولين في مديرية قشن التحديات التي يواجهها مشروع المياه وسبل تعزيز شبكة المياه، وذلك لإيصال الخدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. كما تناول اللقاء تفعيل اللجنة الأمنية في المديرية وضمان عقد اجتماعاتها بشكل منتظم ورفع تقاريرها لتعزيز الأمن والاستقرار، وناقش اللقاء أوضاع مكتب المصائد السمكية بالمديرية والصعوبة التي تواجهه. بهذا القدر نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلقاكم في حلقة جديدة مقبلة، إلى حينها دمتم في أمان الله.